السلام عليكم واضح. معكم سمير فتان، فنان من ولاية وهران، عندي 29 سنة وعندي استوديو كما كنتم تشوفوا. عندي والدي أطباء، أنا طبيب دو فورماسيون، ولكن والدي يخدموا جوستومون لي زاباري تاع اللي ما يسمعوش مليح، دونك من الصغري وانا مع الصون مع الموسيقى. والله دو 12 ans 13 ans بديت نتعلم البرومي انسترومون تاعي اللي كان لا جيتار، وبرونشيت من تما، ما حبش كاع موسيقى حد الان. كاين ناس اللي ما عجبهمش، داروا انتقادات واني فاهمهم، ولكن الموسيقى راهي تتطور، وانا الفكره تاع الكليب هي اللي كثير كليب هو اللي اقترح روحها عليا. التيتر هو اللي اقترح باش ندير هادو ليسان، وهادو ليسان ما كانوش زعما كان يقول لك كانوا مخيلين بالحياه، هي لا كنت عاود تشوفها تشوف باللي كان كاين ريسبي، كان كاين كادر شباب اللي تونينا فيه، ولكن راني فاهم هاد الناس، وبشويه بشويه العقليه تبدل ولي بلوز اوفر شويه. وانا سميتها لاطراي باسكو في لاطراب وفيها راي، دونك جاي اون ميم طون عندها ميول ستيل امريكان تاع التراب، وان ميم طون فيه لي ريتم تاعنا ريتم وهراني ولي بارول بالعربيه، دونك وميم لي ميلودي شويه اورانتال، دونك لو ستيل هذا سي لا تراي.